كيفاش المغرب قدر يربح انه ينظم القمه اللي غادي يديرها الانتربول في سنه 2023؟ وشنو هو الربح على المغرب وعلى المغاربه؟ مؤخرا في واحد الاجتماع كانت دارته اللجنه ديال الانتربول اللي كان فيها بزاف ديال الدول وكبار الامن في العالم كامل، كانوا مجموعين باش يشوفوا شكون هي الدوله اللي غادي تحتضن القمه تاع الانتربول في سنه 2025، وكان حاضر ليها السيد عبد اللطيف حموشي. وفي هذا الاجتماع تعلن باللي راه المغرب غادي ينظم هذه التظاهره في 2025. كما هو معروف الانتربول هو واحد المكتب اللي كيجمع بين الشرطه ديال العالم كامل، باش حتى الا كان شي مجرم دار شي جريمه في شي دوله وهرب لدوله اخرى يقدروا يتبعوه ويقبطوه. كما كيكون في هذه المكاتب ديال الانتربول اللي كاينه في العالم كامل معلومات شخصيه على كاع المشتبه بهم وعلى كاع الناس، باش في حاله وقوع اي جريمه كيسهل انك تتبع المجرم اللي دارها واخا يكون في العالم كامل. المغرب انضم للانتربول مده طويله هذه وكيرحب بالانتربول في المغرب. التظاهره كما التظاهرات الاخرى اللي قبل اللي ربحها المغرب بحال تنظيم كاس بحال كاس افريقيا وكاس العالم والتظاهرات الاخرى، غادي تخلي السياحه في المغرب تزدهر وغتخلي بزاف ديال الاجانب يعرفوا المغرب ويزوروه لاول مره، كما غادي تكون فرصه للمستثمرين باش يفكروا يستثمروا في هذه البلاد.